اولمبي البيجي السيناريو اللي حضره كركر فيه الادفرسير تاع رجي الشيء اللي حب عليه الكل. فوالا جابوا وين يحب هو. بالضبط وهذا الكلام اللي تقال تو معناها براتيكمون فسروا يوسف الزواوي امبليسيتمون فسروا جمال فسروا والترجي ما لقاش ممكن مسألة اختيارات بالنسبة لي أنا ماتش كيما ماتش تلعب ضد ادفيرسير يغطي لك بالتالي مليح ويسكر لك مليح يا سيدي كوليبالي أحسن ملاعبي في العالم أما في الماتش هذا بالذات ما عنده حتى دور يا سيدي هو أحسن ملاعبي في العالم ما ثماش خير منه أقوى حاجة في العالم أما بمواصفاته هو والبروفيل نتاعه هو هو شو يعمل في التيران في ماتش كيما هذا ضد باجا إن بادرول علاش؟ ما عنده ما لأني أنا وقت تبدأ عندي إيكيب تسكر مليح حاجتي بزايد جوار تكنيك حاجتي بزايد جوار يخرج كوره مليح من وسط التيران يخدمها مليح وسط التيران بور كريي لي سباس باش يجيب بونطوات سي با كوليبالي كي بو فار سا وهو احسن لاعب في العالم واضح خويا الور هنا تولي مسألتي معناتك تشوف انه 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 ما ما هانش عليه المدرب باش يخرج كوليبالي ونوخر به هو التالي ونشجع كذا باش كوليبالي ما يتمسش وعلاش هذا الكل سي عبد الباقي علاش معناتها نبدلوا البوست نتاع كوليبالي ونرجعوا انا قلت لك انا ما نفهمش سي لو جوار انتو شابل شوف بلش في الكونترا نتاعو يلزمو يلعب تيتولير طالما انه الترجي بطموحاتها اللي هي افريقيا اللي هي القاب اللي هي كذا قاعده تبني على كوليبالي راهي ما تجيبش توصل كوليبالي او غيره من اللاعبين اللي في البروفيل هذاك مش نحكي عليه كشخص نحكي على البروفيل واضح انك تبني على البروفيل هذاك باش بعد تعمل لي قالوا جماعه اتاكا بلاسي سي اون كونتراديكسيون سي اون كونتراديكسيون توتال كوليبالي ما يجمش يكون في في ايكيب تلعب لاتاك بلاسي ما يجمش هو ما يعرفش هو ان بو با سو بلاسي حتى يلعب لاتاك بلاسي في النقطه هذه وقالها علما وانك تنجم تستغلوا اوترومو يجم يجي اوترونر اخر يستعملوا الملاعب هذا اوترومو في في سيتيسيون اخرين ويخرج منه زيت نجم يحطوا مثلا اوترونر ما نعرفش يردوا افون سونتر مثلا مش محب احنا موضوعنا البلاصه هذيك والبروفيل هذاك ما نجمش يمشي ما تمشيش معاه لا تمشي مع تكتلاسي لا تمشي مع ايكيب تحب تمشي لقدام وتمركي وتفكك فريق دفاعي ممتاز شوف